بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زينا بالإسلام وقوينا بالإيمان وجملنا بالإحسان يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم. أولا لو تبلفات سي ليمون ناتشورال اللي مش نغز عليكم، هو انقلاب الأحوال. لو روفونس مو سيتياسيون مون دي ترامب اليوم سولو جول وعم روحكم ما كيبك حد، وانت الرب بتعوم على الكل. ما لا في بالك هذا، لكن الرب يحب يمسك بجرثومه تو قاعد ومشوه في خلقتك ومشلول زاد كذلك، وهو عندك حبسة كلامية زاد كذلك، وقال مش يجب يهبط عليك بعض السخط، لكن انت مهين عند الرحمن الرحيم. ولكن اذا كان مش مشتوب مش طلع عجب الحجاب في بالك، انت سيد الاسياد وانت ان سامبل فاجابون الربون في بالك. وصلت ل السبب بتاع السلطة، الولايات المتخذة تجم تحقق أحلامك، أحلام الطغيان والأرغونس الهيبرماني لا ميغالوماني، مش هيبوماني، هيبرماني ميغالوماني. في بالك أنت سليم ولست بسليم، بل هبط عليك الجحيم الدنيوي بكل ألوان وأشكال. نسأل الله السلامة وأمثالك أقل منك في الله، الأمر أقل منك درجة، ولكن ربما البعض منهم كيف كلب الصين ولا كلب اليابان ولا كلب الروس، ربما أدى منك في جنونهم وإصابتهم بجنون العظمة. نسأل الله السلامة.